أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سنستعرض جديد الإصدار النهائي من توزيعات أوبونتو 13.04. هذا الإصدار عرف إدراج تغييرات مهمة من حيث المظهر، إضافة خصائص جديدة، وأيضا العمل على تحسين أداء النظام بأكمله. ربما أقول هذا رأي شخصي فقط، هذا الإصدار هو أفضل إصدار لأوبونتو منذ إدراج واجهة يونيتي، أي أنه أفضل إصدار بواجهة يونيتي، لا أقارن أوبونتو عندما كان يستخدم جنوم 2. نبدأ باستعراض التغييرات الظاهرة، أي التغييرات من حيث المظهر، حيث في شريط المشغلات لدينا هنا أيقونة جديدة للوحة الرئيسية، لدينا أيقونة جديدة للملفات، أيقونة جديدة لمركز برمجيات أوبونتو، وأيقونة جديدة لمحدث البرمجيات. دائما في مدير أو في شريط المشغلات لدينا إدراج إمكانية إظهار أو إخفاء كل من سطح المكتب ومبدل مساحات العمل، حيث لدينا الآن في إعدادات النظام لو دخلنا إلى المظهر سنجد هنا في السلوك إضافة خيارين، تفعيل مساحة العمل وإضافة أيقونة إظهار سطح المكتب إلى شريط يونيتي. إذن هذين خيارين يمكن أن نقوم بهما بتفعيل هذا الخيار أو إلغاء. دائما في شريط المشغلات وبالأخص الآن لمن يقوم بفتح أكثر من نافذة لنفس البرنامج فقد تم إدراج خاصية جديدة هي عن طريق الضغط يمين، وهنا تظهر لنا النوافذ المفتوحة لنفس البرنامج، مثلا في برنامج نوتيلوس، برنامج المدير الملفات الخاص بأوبونتو، سابقا كان يجب أن نضغط ثم تظهر لنا نوافذ على هذا الشكل، ومن بعد نقوم باختيار النافذة التي نريد. في النسخة 13.04 تم إدراج خاصية هي إمكانية التنقل للنافذة المفتوحة عن طريق الضغط يمين، وهنا لدينا أيضا هذه النقطة تظهر أمام النافذة النشيطة حاليا. طيب، تغييرات أخرى على مستوى الشكل، مثلا لدينا هنا إدراج أيقونة خاصة بأوبونتو 1 لخدمة المزامنة، أيضا هنا فيها العديد من الخيارات للتحكم مباشرة في حسابك على أوبونتو 1. لو أردنا أيضا استعراض تغييرات أخرى على مستوى المظهر فسندخل الآن للوحة الرئيسية، حيث نلاحظ أنه تم تغيير العدسات الموجودة هنا في الأسفل، تم تغيير شكلها، إضافة عدسات جديدة حيث نلاحظ عدسة خاصة بالصور ونلاحظ عدسة خاصة بالتواصل الاجتماعي social، حيث أنك لو قمت بإدراج أو بربط حساب من حساباتك الاجتماعية على أوبونتو أو حسابات الأونلاين الخاصة بأوبونتو فستظهر لك هنا مثلا هنا بتويتر تظهر هنا التغريدات، يمكنك أن تقوم بإعجاب إعادة التغريد أو رؤية تلك التغريدة في تويتر، وهنا يمكنك التنقل بين التغريدات مباشرة، هذا في حال أضفت حسابك مثلا على تويتر للحسابات الخاصة بأونلاين أكاونت، الحسابات الخاصة بالأنترنت في الإعدادات، حيث في إعدادات النظام لدينا هنا حسابات الأنترنت، مثلا أنا قمت بربط حساب تويتر فلذلك تظهر لي التغريدات. نفس الشيء لو قمت بربط حساب فيسبوك فيمكنك أيضا من عدسة سوشيال يمكنك التواصل الاجتماعي، فيمكنك هنا البحث عن الأصدقاء والتفاعل معهم مباشرة من اللوحة الرئيسية. لدينا أيضا كما قلت عدسة الصور، يمكن أيضا البحث فيها عن الصور وعدسة الفيديوهات كانت موجودة، لكن الآن يمكن عن طريق الضغط يمين مباشرة الدخول، مثلا لو قمت بالبحث على بعض الفيديوهات هنا استعراض هنا مثلا في يوتيوب يظهر وصف، هنا يمكن عن طريق الضغط على شاغل مباشرة فتح الفيديو في متصفح فايرفوكس، وهنا يمكن التنقل دائما بين الفيديوهات التي تظهر كنتيجة. يعني كما تلاحظون أيضا بالنسبة للتأثيرات الموجودة في اللوحة الرئيسية فهي عرفت تحسن ملحوظ لجميع العدسات، هنا يمكن التنقل بين البرامج تأخذ بعض الوقت، دائما وصف صورة، إمكانية تشغيل التطبيق في حال كان مثبت إزالته، فهذه جميع
جميل، كانت متوفرة في النسخ السابقة، لكن لنقل أن التأثيرات التي أدرجت فيها حاليا أصبحت أحسن، وأيضا من حيث الأداء فأصبح استجابة اللوحة الرئيسية للبحث وللتأثيرات أصبح أسرع بكثير من قبل. نلاحظ هنا أيضا بالنسبة للبحث في الإنترنت أو ما يسمى بالاقتراحات التي تظهرها واجهة يونيتي حين تقوم بالبحث عن شيء ما، فهناك جدل هل هذا تجسس أم لا. هنا لدينا إشعار قانوني بأنه يمكن إلغاء هذه الخاصية، وكيف الإلغاء يكون في إعدادات النظام. هنا في الخصوصية تجد خيار لإلغاء البحث في الإنترنت عند البحث في لوحة يونيتي، يمكنك هنا إلغاء ذاك الخيار. أيضا إشعار قانوني تم إدراجه في التفاصيل، لو دخلنا إلى التفاصيل في إعدادات النظام فهنا سنجد إشعار قانوني لا زال مكتوب بالإنجليزية، فهو يشير أيضا إلى خاصية البحث في اللوحة الرئيسية وما ثار حولها من جدال. هنا يمكن أيضا الدخول لبعض الروابط لمزيد من المعلومات. نواصل استعراض التغييرات التي أضيفت في النسخة أو الإصدار 13.04 من أوبونتو، حيث بالنسبة مثلا للنوافذ هناك تأثيرات حين تقوم ب شر النوافذ لجهة اليسار حتى لو لم يكن إلى أعلى أو أسفل، مثلا حتى في الوسط كما تلاحظون فالنافذة تأخذ جزء من الشاشة. نفس الشيء بالنسبة لأعلى لتأخذ الشاشة عرض الشاشة كاملة. فهذه أيضا تأثيرات جديدة في النسخة 13.04. أيضا بالنسبة لنافذة الخروج من الجلسة أو إطار نافذة الخروج من الجلسة، فهو أيضا تم تحسينه ليصبح ملائم لواجهة يونيتي. نفس الشيء بالنسبة للإطفاء، فأيضا هنا تلاحظ خيار إطفاء الحاسوب وإعادة التشغيل أصبحت بشكل جميل مناسب لواجهة يونيتي. بالنسبة لما يسمى البرامج الافتراضية أو البدئية لأوبونتو في الإصدار 13.04 فلم يقع هناك تغيير كبير، فقط تحديث للنسخ، حيث نجد مثلا فايرفوكس النسخة 20 على ما أعتقد، بالفعل 20 في النسخة الخاصة بفايرفوكس. مثلا ليبر أوفيس لدينا النسخة 4.0.2.2 النسخة الأخيرة من الليبر أوفيس. إذن جميع البرامج عرفت تحديثها لأحدث النسخ. بالنسبة لنوتيليوس فلا زالت النسخة 3.6.3، ليس هناك أي تحديث بالنسبة للنسخة 3.8 رغم صدور الإصدار 3.8 من جنوم. أنا ما أعتقد كانت هذه الأشياء الجديدة في النسخة 13.04 من حيث الشكل. كما قلت من حيث الأداء عرفت هذه النسخة تحسين كبير جدا، يمكن اعتبرها أحسن نسخة لأوبونتو بواجهة يونيتي. هناك أداء سريع بالنسبة لاستجابة البرامج حتى من القرص الحي حين قمت بتجربتها، فهي سريعة جدا. بالنسبة للتثبيت أيضا كان دون أي مشكل، تثبيت عادي كما كان في النسخ السابقة، لا يتطلب أي دراية كبيرة بالإعلاميات، فمراحله بسيطة جدا. إذن كان هذا ما يتعلق بأوبونتو 13.04. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.